مع نبيل عبيد ومع الفريق الكل، رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير، حسام الدين الهمامي في الزابينج، ضياء الدين الكريفي في الميدان، حمزة سفر من قدم الكونسولات، رامي المجولي في التنسيق، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، وتواجه وقيت الزابينج. صباح النور حسام. صباح النور نبيلة، مرحبا بك، مرحبا بكافة السادة المستمعين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، ومرحبا بكافة السادة المستمعين وين ما كنتوا تسمعوا فينا، داخل أو خارج حدود الوطن، على فيم وإلا كالعادة كما كل مرة على ستريمينج على مواقع الإنترنت. شنو أحوالك؟ صافا لاباس الحمد لله، ما نحاولوا نكونوا متفائلين. مازلنا نكونوا متفائلين لأنه هو اسمه يوم سعيد. يلزم. كاليش انت تدخل بالبهجه الكل، نحاول نكون شفتك الاستقبال يعني نقول لك ساعه انا ابتسامه عمار هذيك اللي نشوفك كيراك ما نشوفيش بكل وابتسامته عزيزه عمار ما تعرف عنده 3 ابتسامات في النهار انا ناخذ منهم زوج تقعد واحده يفلح. بالحساب زابينك نمشيو للومضه ومن بعد ما بعدنا نعملوا جوله في الاخبار اللي داولوها توينسا ما بين البارح واليوم، واكثر الحاجات اللي انت زاد ركزت عليها وجلبت انتباهك ما بين البارح ديما واليوم. زابينغ نبدأوها بدحض بعض الإشاعات، لأنه ما شاء الله معتها إشاعات يمين ويسار وناس تبرتاجي وكذا، وعنا حاجة خايبة البوتون تاع البرتاج ماذا بيت تنحى معنا، لأنه فما ناس تقرأ خبر مين با ثبت فيه برتاجي ديريكت وحكي لهنا نحكيه على لا نية للتفويت في ستيك ولا في خوصصة شبكة الكهرباء. نتمنى تكون الخدمات مخير، نتمنى تتحسن، أما رأوا لكن تم الخوصة تشوفوا الاسوية مع القاعدة صحيحة وتشوفوا الفاتورة الحقيقية. لهنا هذا شقال السيد سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة للاقتصاد في جلسة استماع بمجلس نواب الشعب. حاجة أخرى زيادة كيف كيف باش ندحظوها كإشاعة اللي هي حكاية الزيادة في الوقود. لهنا السيدة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب قالت اللي لا زيادة في أسوام الوقود. هاك في بالكم الناس الكل كان قالوك مرة فما زيادة ولا فما كذا، راهو فقط إشاعات لأنه تنشط في المدة الأخيرة. موضوع آخر فيه من الإشاعة برشا وفي برشا من جدية اللي هو موضوع نتاع الشيكات. باش نحكيو اليوم على هنا حسب تصريح السيد نزار الصديق، نزار الصديق اللي هو نائب مجلس نواب الشعب عن منطقة النفطة، وهو صاحب المبادرة متاع العفو العام في جرائم الشيكات، اللي هنا يحكي حاجات تخوف شوية. هنا نحكيو على 90,000 شيك تسيب في تريميستا كهو، مع نحكيو على 3 شهور الأولى متاع 2024 بقيمة 730 مليار، منهم بما معناه 1000 شيك دون رصيد قاعد يتسيب يوميا. نسمعوا اهم قال نزار الصديق في المسج نتاعو وبعدك نرجعوكم. 3 اشهر الاولى من سنه 2024 90,000 شيك دون رصيد في الثلاثيه الاولى بقيمه قداش؟ بقيمه 730 مليار. رجعت اش معناها الكلام هذا؟ معناها 1000 شيك بدون رصيد يوميا في 3 اشهر الاولى، باش نفهموا حجم المشكل. معناها واحد 90,000 شيك هذوما راهو نضربوهم في 100,000 بريافي باش نعرفوا دخل البنوك، باش نلقوا 9 مليارات مدخله في 3 اشهر الاولى برك. البريافي تدخل كل البنوك؟ تدخل للبنوك مش للدوله؟ لا مش للدوله، للبنوك. ال 100 دينار البريافي، ال 100 دينار بريافي تدخل للبنوك. كيف نضربهم في القداش قلت لي؟ كي نضربهم في 90,000 شيك اللي رجعوا في 3 اشهر معناها الاولى من سنه 2024 باش نلقوا 9 مليارات. علاش جبدت انا؟ خاطر نحنايا صدقنا زاد على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه. باه مش تقول المعاهدة هذه؟ تقول لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي. معناها شريط ما عندك سلعة في الحالة هذه، رو ما ثماشي شاك دي جارونتي وما ثماش شاك مؤجل الدفع. الشيك هو ورقه تجاريه، الشيك يعطي وقت اللي نمدوا لك، الشيك هو فلوس. علاش نحكوا على الشيك الالكتروني؟ وقت اللي نمد لك الشيك مش عفو، تدخل تثبت انتم مبادرتكم عفو، عندي فلوس ولا؟ نحن علاش عملناها؟ كانوا ما صار شيء معناها كي تقول عفو. لا لا، نحن علاش عملناها المبادره نتاع العفو؟ اول حاجه باعتبار ان ال 411 وخر ما جاناش من عند الدوله. هذا هو الفرق، معناتها فما ثلاثة حاجات شدوا معناتها في الحديث نتاعو. عفو ولا مش عفو؟ هل هو يحكي على العفو ولا تنقيح المجال التجاري؟ لأنه فما فرق بين الاثنين، تنقيح المجال التجاري الفصل 411 من المجال التجارية اللي مشات فيه رئيس الحكومة تنحكيو عليها. هو يحكي على عفو، عفو على جرائم الشيكات دون رصيد، وبالأخص لكن يكون فيها ما فماش متضرر بالموضوع، لأنه لهنا نحكيو على طرف برك اللي سايب الشيك، أيوا السيد المنتفع من الشيك فلوسه وين مشات؟ شكون يضمن له؟ اي في الاخر معناها كيت الشيكات مشكله كبيره هذيا، لانه الناس برشا ما عادش تعمل بالكمبيالات من الحكايه هذه، لانه سايب الكمبيالات وكذا وبعد سايب الحمام ويجري وراه. والحاجه الاخرى اللي هي مربيح البنوك،
برا برك شيك دور رسيد برا برك فكت هاي فما فلوس قاعده تمشي على كل هذا بتبيع كلام تاع سيد النائب نزار الصديق لهنا رئيس الحكومه البارح صادقت البارح العشيه مخر شويه صادقت على مشروع التنقيح للقانون 411 وباش يتعدى ان شاء الله للمصادقه النهائيه من المجله التجاريه ووضحت توضيح مهم جدا لهنا كيف لدحث الاشاعات راهو جرائم الشيكات معناتها المودعين بالسجن في جرائم الشيكات دون رصيد راهو مش كيما الارقام اللي قاعده تقال فما الناس يحكي على مئات الالاف وناس يحكي على الاف وكذا قال لك بالضبط الرقم هو 496 مودع بالسجن على جرائم الشيكات دون رصيد منهم 292 محكومين ديجا و204 موقوفين ومعناتها في انتظار الحكم نتاعهم هذوما مع بعضهم اصدروا مع بعضهم توتال نتاع 11265 شيك بدون رصيد هي عدد القضايا العدد هذا عدد القضايا يعني. اللي شملت المودعين في قضايا اصدار شيك دون رصيد وما فماش الذم القضايا بلغت 11000 هو 265 قضيه معناتها هما لهنا نحكيوا على المحكومين نقولوا مثلا 292 ينجم كل واحد منهم سايب 3-4 شيكات اي بالضبط هذاك ايش حبيت نقول لك مش ضم في الموضوع معناتها كل قضيه تمشي واحد كل شيك يمشي وحده معني هما اصدروا في الاخر 11265 شيك ما هذا هو العدد فوالا وكل واحد احسب انت قداش الكوتان تاعو معناتها الارقام اللي نسمعوا فيها 500000 هو اصلا النايب حكى عليه قال لك فما 500000 تونسي باش يكون معني بطريقه او باخرى بالمشروع القانون هذايا على كل شنو هو فيه مشروع القانون من بين النقاط فيه مراجعه العقوبات السجنيه والماليه في اتجاه التخفيف الكل التنصيص على امكانيه استبدال العقوبه السجنيه بعقوبه بديله تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان نجمش تعطي شيك ضمانك إيه ديما نحن هو مجرم يا نبيله هو ممنوع بالقانون اما لهنا ابارامو باش تولي هو مش ممنوع اما راهو ما فما حتى وسيله قانونيه تضمن لهذاك شيك دو غارونتي عطاك شيك تصبه بالوقت من حقك تصب وقت اللي تحب تبقى تو على ما يبدو باش يولي فما جريمه لكن عطيت شيك ولا خديت شيك باش تولي فما جريمه تجريم معناها تجريم تسلم الشيك هذا هو على وجه الضمان المشكل هذا راهو باش يخلق مشكل من نوع اخر سمعت ان الخبير الاقتصادي معز حديدين في الموضوع هذا حكى قروا العرف الجاري مشى الناس تعامل بالشيك دو غارونتي معناتها تو ما عاد فما شيك دو غارونتي معناتها كيفاش الناس تضمن الشيك الالكتروني لازم عندك شكون يدخل يشوف لك السيد هذاك عنده رصيد ولا على كل هو مشروع كامل للقانون مش يتم عرضه قريبا على مجلس نواب الشعب واكيد نرجعوا للموضوع مش نعطيو اكثر تفاصيل اكيد جيبوا مختصين اكثر باش يعطيونا مش يفسرونا زيدا شنو اللي مش يتغير فيما يتعلق باستعمال الشيكات مع العلم انه في العالم ما عادش يستعملوا الشيكات ما عادش يتعاملوا بهم اصلا ما فماش شيكات ما نعرفش انا ما شفتش البر كيفاش قاعدين يتعاملوا مع الشيكات اصلا معناها انا شفت من الحاجات اللي وقفت لي مخي انه حتى في مصر مش نحكي على بلاد بعيده برشا ناس تعمل بالانستا باي انستا باي كارت فيرتويال في تليفونك تعدي ديريكتومون من غير ما تسحق لازم معك الكارت نتاعك تحط الكود لحتى شي هذوما الحاجات اللي نجموا نطوروهم في تونس مش صعيبه منظومات الدفع تنجم تدخل العقليه نتاع التونسي عندنا فاصل ثم نواصل اشهار تحت شعار 40 سنة من التميز ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية الدورة 40 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية من 24 ماي إلى 2 جوان 2024 بقصر المعارض بالكرم من 10:30 صباحا إلى 7 مساء فرصة باش تكتشفوا آخر الابتكارات وتتمتعوا بأحسن التخفيضات إشهار زابينغ نرجعوا للزابينغ اي زابينغ كما يسمينا حبيب مسيو زابينغ نرجع مرة هذه للموضوع اخر هو تصريح لوزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل السيدة سارة الزعفراني في تصريح لاقتصاد الشرق مع بلومبرغ هذه على بتبيع على هامش مشاركتها في فعالية الدولة الثالثة لمؤتمر مستقبل الطيران المدني بالرياض المملكة العربية السعودية شنو حكيت؟ حكيت على برشا مواضيع بالاخص تهم المطار وتهم السكة الحديدية نسمعوا أهم قالت ونرجع عنا ما نحكيه احنا عندنا في الاستراتيجيه نتاعنا اللي هي كما قلت لك حتى 2040 فيها خطط نتاع تطوير المطارات وهو عندنا نخدموا على المطار الاولويه نتاعنا هي توسيعه المطار نتاع تونس قرطاج اللي هو تو معناتها يمكن من استيعاب 5 مليون مسافر احنا نحبوا نخلطوا نوفروا 13 مليون مسافر وبالتالي باش تصير التوسعه نتاعو قاعدين نخدموا عليها وفي نفس الاطار هذاك يعني باش تصير التوسعه
نتاع المطار وخلق خطوط حديدية وخطوط تربط بين المطار ومطار الفيثة، مطار تونس قرطاج مطار الفيثة، بين مطار تونس قرطاج وتونس العاصمة باش نعملوا خط حديدي كيف كيف نتاع مترو، وحط مترو يمشي حتى للاك يعني ضفاف البحيرة وبحر الأزرق، ومعناتها كيف كيف يخرج من المطار. هذم الكل معناتها باكتش كامل باش نخدموا عليه معناتها في المدة الجاية مع التوسعة نتاع المطار. في نفس الوقت قاعدين الوجهات باش نطوروا الوجهات، عندنا 60 وجهة ونحبوا باش نطوروها حتى ل 90 وجهة. هذا جديد معناتها هو كما نقولوا كيف كيف زوز محاور، المحور الأول هو توسعة المطار، لأن واحد من الناس مانيش فاهم كيفاش باش يتوسع. أنت تعرفوا مطار تونس كارتاج فين باش يتوسع؟ محصور بالبني بلايص الكل، معناتها هذه ما نعرفش توسعة المطار كيفاش باش تطير، ممكن كيفاش باش تصير معناتها الحكاية. أكيد عندهم رؤية فما استراتيجية نتصور. في وقت من الأوقات كان الحديث حول مطار جديد ونقلة المطار من مكان هذاك وكل، من بعد توجهنا نحو توسعة مكلفة. حتى التوسعة زادت باش تكون مكلفة، ولو المطار معناتها مطار مفيده أكبر مطار تونس كارتاج. أكيد مطار جربة أكبر. أكيد مادام الوزيرة عملت هذا التصريح فكل الدراسات بينت اللي إمكانية التوسيع موجودة للمتابعة. للمتابعة أي. للمتابعة. موضوع آخر وحكاية السكك الحديدية لشمان تفير أو شمان تفير كما يقولوا الكبار لهنا مهم جدا، معناتها أن نبداو يخموا أخيرا في أهمية السكك الحديدية، لأنه أمريكا مولات قوة عظمى كان بالسكك الحديدية، الصين قاعدة تستعمر حاليا في العالم اقتصاديا بالتباعة بالسكك الحديدية، لأنه النقل مهم جدا في الحالات هذية. تونس عندها 2240 كيلومتر من السكك الحديدية، تهز في 40 مليون مسافر سنويا على خطوط الأحواز و5 ملايين على الخطوط البعيدة. تونس بلاد قديمة ياسر في الشمان تفير، معناتها نحكيو على من عام 1872 الدشن أول ليني هو ليني متاع TGM. يظهر لي اللي حكيت فيه انه باش يكون فما نقل ما بين نفيذة وتونس برشا ناس يدوروا لهم صعيب. لا مش صعيب. مش صعيب، ما تنساش اللي فما سكة راهي معناتها ما عادش يستعملوا فيها الغاوه، اللي هي كانت فما سكة نتاع تران تونس نابل، تنجم معناتها تعمل اكستنسيون، تنجم تصلحها، تنجم تعمل برشا حاجات فيها. زاد الليني اللي حكاو باش يعملوهم ما بين تونس ولا كذا مشروع قديم، اما راهو وقته. انا راهو نبيل خذيت المرفيت الترونسبور هذاك الرافير نتاع بوغاتفا اللي هزت بوغاتفا. شنو رايك؟ صدمة حضارية. انا تنمو بالحق صدمة رائعة في السونس الباهي، خاطر علاش رانا نجموا نعملوا حاجة باهي، راهو الحل للمشاكل الموجودة تو في تونس الشمان تفير يظهر لي حل من الحلول الكبيرة نجموا نخدموا عليها، واللي راهو ماهوش صعيب، وبالأخص كان نزيدوا نركزوا حتى على خطوط بتاع الشمال الغربي، تنجم يكون حتى خط سياحي، لأنه تشوف المناظر الطبيعية اللي قاعدة تعدى بها والترونسبور معناتها تعطي حاجة مزيانة. نجموا نعملوا برشا حاجات بالحق. معناها تونس غنية، بقى شوية إمكانيات تنقصنا، وزاد الرغبة والإرادة، الرغبة والرؤية، وزاد معناتها تخلي الناس تخدم على رواحها، وإن شاء الله الماشينة كما يسميوها في الجنوب توصل للبلاصة كلها هذيا إن شاء الله. إن شاء الله بقدرة ربي تونس إن شاء الله ديما خير. بعد لحظات مش نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي نشوفوا طقسنا كيفاش مش يكون. أحوال الطقس. أحوال الطقس يقدمها لنا اليوم سي صبحي بن أحمد. صباح النور، نهارك طيب. صباح الخير أخت نبيلة، مرحبا بك الفريق العام معك وكل مستمعينا بالإذاعة الوطنية. حتى احنا نحييوك أنت وكل المهندسين والعاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوميا ناخذوا من الموقع نتاعكم أبرز التوقعات ونرجعوا لكم ليكم أنتم، مش ناخذوا التفاصيل ديما في السبعة ونص. اليوم طقسنا يبدو أنه سخون، شنو من الحاجات الأخرى اللي تنجم تفيدنا بهم سي صبحي؟ نعم، خلال الليلة الفارطة طقس كان صافي فقليل السحب على أغلب مناطق البلاد، درجات الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر تراوحت ما بين 12 و19 درجة قرب السواحل، المرتفعات الغربية كانت في حدود 16 درجة بتونس العاصمة، تراوحت ما بين 20 و24 درجة ببقية الجهات. نعرف كي يكون الطقس صافي مع نسائم شرقية تنخفض درجات الحرارة ليلا وتبقى تقريبا في المعدلات العادية لشهر ماي. بالنسبة لليوم طقس عموما مش يكون قليل السحب مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، درجات الحرارة باش تشهد ارتفاع طفيف مقارنة باليوم الأمس نظرا لوجود تيارات هوائية جنوبية خاصة بمناطق الشمال الغربي، وين باش تتراوح ما بين 26 و32 درجة وتتراوح ما بين 34 و40 درجة ببقية الجهات، ما عدا بأقصى الجنوب تكون في حدود 42 درجة مع ظهور شيلي. نعم. بالنسبة لتشكل السحب الرعدية يبقى وارد، نحن نعرفه في الفترة هذه لما ترتفع درجة الحرارة تساهم في تشكل السحب ذات حمل حراري هام،
ما نعبر عنها بالسحب الركامية الرعدية اللي تساهم بدورها في تساقط البرد بأماكن محدودة وخاصة بمناطق الغربية مع المرتفعات الغربية للشمال والوسط. بالنسبة ليوم الغد كذلك الطقس يبقى مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، والدرجات الحرارة تبقى تقريبا كما اليوم باش تتراوح عموما ما بين 26 و 32 درجة مناطق الشمال والوسط، وما بين 34 و 40 درجة ببقية الجهات، تبقى أقصاها يوصل إلى حدود 42 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للريح اليوم الريح باش تكون معناتها ضعيفة فمعتدلة بسواحلنا الشمالية، تبقى قوية نسبيا بالسواحل الشرقية وكذلك بخليج قابس، تتقوى خاصة بعد الظهر مع ظهور دوائر رملية بالجنوب. البحر باش يكون عموما قليل الاضطراب بسواحلنا الشمالية وشديد الاضطراب بخليج قابس، وكذلك يوم الغد تقريبا الحالة الجوية مشابهة لليوم. إلى غاية آخر الأسبوع يبقى الاستقرار في العوامل الجوية وارتفاع تدريجي في درجة الحرارة خاصة بمناطق الشمال، وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. يعطيك الصحة سي صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي على كل هذه المعطيات، إن شاء الله نهارك أسعد ليل. أحوال الطقس.